على تيران وصنافير، لان صنافير مش جزيره، صنافير لسان طالع من الشاطئ السعودي، مش جزيره منفصله. يعني لما بيجي الجزر والميه تنحسر، حضرتك تبقى على الشاطئ السعودي تتمشي بقيتي في صنافير، تقولي لي جزيره مصريه بتاع ايه؟ لا بس انا صورتها من الطياره يا دكتور، صورتهم من الطياره يا دكتور منفصلين. ممكن حضرتك بقى الجزر لما الميه تنزل منفصلين صنافير عن تيران، صنافير لازقه في الشاطئ السعودي. ايوه بس لما يحصل جزر، لما يحصل جزر طب ما الارض كلها متوصله، لو ما فيش ميه بحر الارض كلها تبقى واحده. لا ازاي وانت في شرم الشيخ؟